حقيقة أجواء عالمية، منافسات مثيرة وشيقة، ندية عالية بين المنافسين، وهذا ما كانت أحد أهداف استضافة هذه البطولة العالمية هنا في العاصمة أبوظبي. نحن نسعى إلى نشر ثقافة تطوير المواهب من خلال استضافة كبرى هذه الفعاليات، والعاصمة أبوظبي غنية عن التعريف، وهي نموذج يحدث به عالميا في تنظيم واستضافة هذه الفعاليات الرياضية. الحمد لله، هذه هي النسخة الأكبر في تاريخ بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين منذ إنشاءها في عام 2019. أمس في خطاب رئيس الاتحاد الدولي كارث براون أكد أن هذه النسخة الأكبر، وهي يعني بعدد اللاعبين بالمشاركين وعدد دولهم، وهذا اللي يسعى له الاتحاد الدولي، ونحن نسعى له أيضا من خلال مساهمتنا في تطوير هذه النماذج والمواهب ومشاركة الناشئين جميعا في تطوير مواهبهم. أبوظبي حظيت بشرف الاستضافة للأعوام الثلاثة القادمة إن شاء الله، 25 26 27، وبنعمل مع الاتحاد الدولي أولا في توسيع رقعة المشاركين، جذب الكثير من اللاعبين للانضمام إلى هذه الرياضة الشيقة والمثيرة، خصوصا هي تستهدف فئة الناشئين وهم أبطال المستقبل، فنحن نشاركهم خبراتنا ونشاركهم في أو نتشارك معهم في تطوير هذه المواهب، وحتى على الصعيد الفني أيضا نعمل مع الدول الأخرى في تطوير المواهب الفنية سواء لدينا ولديك. الحمد لله نحن نشارك اليوم بأكبر عدد لمنتخبنا الوطني للفنون القتالية المختلطة، منتخبنا يضم أكثر من 50 لاعب. الحمد لله كانت نتائج طيبة أمس، ولدينا أيضا نهائيات اليوم، وأعتقد أنها يعني فرصنا كبيرة إن شاء الله، ولنا التوفيق والناموس بإذن الله. ليست سهلة، في مندية كبيرة وفي دول يعني لها حظوظ أيضا كبيرة، ولكن أعتقد أن إحنا أيضا لنا فرصة كبيرة إن شاء الله.